ولكن انا بغيت نحكي عليك الناس ما نرجعش عليها الاول دابا هذه السيمانه باش رجعتي
ضروري كاين غير خساره واحد القرا واحد الواليس تجمع حوايجك تلعب دراجه معقول دابا هادي اللي ما كدابش مع راجلها الراجل اللي كيضرب المراه ماشي الراجل هادي اللي ما خاصهاش تصبر معاه اول حاجه النقير داكشي ماشي مشكل قري عليك وصبري حتى انت قري عليك الضرب الضرب اللي صعيب الضرب لا ولا كنعجبو مكيصيرش صعيب هاد القضيه دابا شنو غندير هادو خطاري ملي كيتحاماو بحال يتحاماو عليك شي وحدين. سلامك الله.
صراحة المنتوجات زوينة اللي كديري لوجهك. انا غنمشي نشري غنمشي نشري صراحه صراحه وجه ياك ولي ما شاء الله ما شاء الله ضربيها ضربيها نعطيك السر ضربيها جاوك بينو لك عينين كبار عينيا كبار تقول لي تقول لي لك عين ام خصنا داك الريسيل ويلي 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 الرعده الرعده شتي نفس الشارع دارها كي جاكم المقلب صراحه انا كنت دايرها لسوميه صدقات جسامية جاية فيه ولكن ضربتينا صح شنو شفتي مع راسي صراحة والله إلا شفت شافت ماما مع راسها قلت بغيتي تجيني واش نشوف بناتي ولا نشوفها هي قولي لي مقابلة 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 كلشي أنت التقابلة ديالك صعيبة حلفي والله ما ليكوش ها ليكوش تحرام الله يعطيكم العذاب ايوا خوتي نتمنى من الله يعجبكم هذا المقلب والله إلا زعما درتو كنت بغيت نديرو غير سومية تاع صدقات جسامية جاية والله ما تبانيش كي الزفره ما تبانيش كي البنت سخونه سخونه يلا اخوتي بالسلامه عليكم نتلاقاو في فيديو جديد ونهار جديد مع باي باي.